رؤية العم أنور للبحر سرعان ما أيقظت في روحه ذكريات الماضي وعهده الأول بالقوارب وصناعتها، وهي حرفة لم يرثها ومهنة لم يتعلمها، ومع ذلك فإن قرار صناعته لأول قارب هنا في العاصمة المؤقتة عدن لم يكن وليد لحظة عابرة، وإنما هي سنوات من الحنين زار فيها شاب العشرين عاما شاطئ بحر العرب ليتأمل حبكة صناعة القوارب الصغيرة وحتى السفن الكبيرة الراسية في سكون على مرافئ البقاء والرحيل. كنت أشوف السفن في البحر وجلست أتفرج عليها، كانت قرب جنبي مش بعيد مني على مسافة بسيط، وكان عمري 20 سنة في ذلك الأيام، 20 24، كنت دائما أشوف السفن وأتعلم. 4 عقود كانت كفيلة لتنشأ علاقة وطيدة بين العم أنور والشراع وبيت السفينة وغيرها، فهواية الأمس تمثل اليوم مصدر دخل لعائلة كاملة تؤمن حاجاتها واحتياجاتها. زي بيت السفينة، زي الدقل، زي حاجات كثيرة تعلمتها من البحارة اللي كانوا يقصوا في البحر ونحن كنا قاسين جنبهم نتفرج. يأمل العم أنور أن يورث هذه الصناعة حبا وحرفة لأبنائه، وهو لا يطلب شيئا سوى توفير دعم لهكذا حرف تركت مهملة لسنوات. هذه هوايتي، وإذا منعوني كأنه قتلوني، يعني ما أقدرش. اختار العم أنور قضاء حياته في فن النحت على الخشب ليصنع بحب هذه المجسمات التي تحولت إلى مصدر للرزق، وفن ممزوج بحب المهنة والإبداع. حنين جمال، بلقيس، عدن.